القتل والذبح والنحر هو الأسلوب الوحيد المعتمد لإرهابهم وبطشهم. ففي دير الزور أحد أعضاء ما يسمى المجلس الوطني السوري يمارس إرهابا من نوع آخر. التفاصيل في التقرير التالي. يسمونه مجلسا وطنيا سوريا، وفي واقع الأمر لا يمت للوطنية ولا السورية بصلة. من إحدى الشخصيات في ذاك المجلس شخص يدعى زياد الراوي، فرنسي الجنسية ومن أصول سورية، يعتبر نفسه ويعتبرونه أيضا عضوا فيما يسمى المجلس الوطني السوري. المدعو الراوي هذا أثبت وطنية صهيو أمريكية لم يسبق لها مثيل، فبكل احتراف وصمت سرق أموالا طائلة من التبرعات التي جمعت في دير الزور لإغاثة المتضررين من الأحداث الراهنة في سوريا، ويقدر المبلغ المنهوب ب6,000 يورو. هذا ما أثبتته الوثيقة الصادرة عن الشرطة الفرنسية بتاريخ 1 يونيو/حزيران عام 2013. زياد الراوي هذا استلم سيارات إسعاف كثيرة من عدة شخصيات عربية، عرف منهم المدعو الشيخ أبو سالم وهو ليبي الجنسية، كتبرعات لما يسمى ثوار سوريا، والذين هم عبارة عن مجموعة من الإرهابيين الأجانب الذين تم تصديرهم إلى سوريا، استلمها وقام ببيعها في تركيا وبلدان مجاورة أخرى، ناهيك عن الأدوية والمعونات والأسلحة التي نهبها وباعها بأسعار خيالية. هكذا إذن، وفي غضون سنتين ونيف يصبح المدعو الراوي وأمثاله ممن يدعي السورية والوطنية أصحاب عقارات ومنازل وحسابات مصرفية في فرنسا وسويسرا والخليج.